حابين تبنوا عضل وتمتلكوا عظام قوية وأيضا مفاصل مرنة؟ الحل كتير بسيط، رح نصنع مع بعض أسهل متمم غذائي بيحتوي على كامل الفيتامينات والمعادن وبأرخص ثمن وبالمنزل. Let's go! يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين رحي حصل على تجربة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة بعد الأربعين. ومثل ما خبرتكم بالمقدمة، اليوم رح نعمل أفضل متمم غذائي بالمنزل وبأمور تقريبا متوفرة بكل منزل. لكن شو بيخدمنا هذا المتمم الغذائي؟ يساعد البروتين في بناء العظام والعضلات، كما أنه يساعد على إصلاح الخلايا والإفراز الطبيعي للهرمونات والإنزيمات داخل جسمنا. وحتى نحقق هذه الفائدة كلها، خلونا نتعرف على مكونات كتير بسيطة نصنع منها أقوى متمم غذائي ومنزلي أيضا. بالبداية رح نستخدم مقلاة غير قابلة للالتصاق، رح نضيف فيها فقط ربع كوب من بذور اليقطين، ربع كوب من بذور الكتان، ربع كوب من الشوفان، ربع كوب من اللوز، ربع كوب من الجوز، وأيضا ربع كوب من الفستق الحلبي، أيضا ربع كوب من الفول السوداني. منحمص هذه المكونات لمدة دقيقتين على نار متوسطة أو حتى يظهر اللون البني الناعم، ثم نضعها جانبا حتى تبرد، ثم نضيف إليها ربع كوب من بذور الشيا. نأخذ هذه المكونات وبنطحنها حتى تصير بودرة، ثم بننقلها لمرطبان نظيف بنحط فيه البودرة ويتم حفظها لمدة شهر. طريقة استخدام هذا المتمم الغذائي بكل سهولة: ملعقة يوميا يضاف إلى كوب العصير أو حليب نباتي أو حيواني ويؤخذ يوميا، ورح تلاقوا فرق كبير بخلايا جسمكم الداخلية. خلوا هذا المشروب صديقكم اليومي لأنه فوائده عظيمة. أصدقائي كومنت حلو ولايك وشير وتابعوا البروفايل حتى تشوفوا كل جديد. محبتي.